أيها العراقيون الشرفاء، إن أرضكم قد تحررت بالكامل، وأن مدنكم وقراكم المغتصبة عادت إلى حضن الوطن، وحلم التحرير أصبح حقيقة، وأضحى النصر باليد. لقد أنجزنا المهمة الصعبة في الظروف الصعبة، وانتصرنا بعون الله وبصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة وبدماء الشهداء والجرحى. أثمرت أرضنا نصرا تاريخيا مبينا يفتخر بها جميع العراقيين على مر الأجيال.